بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. في المحاضرة الثامنة، السؤال الثاني: حكم الخل المصنوع من الخمر. ما هو حكم الخل المصنوع من الخمر؟ الخمر بتتخلل، أي تتحول إلى خل بنفسها. هذا حلال بظاهر وطاهر بالإجماع. إذا تحولت الخمر إلى خل بنفسها هذا حلال وطاهر بالإجماع، اسمها نظرية الصيرورة، التحول يعني. طب وإذا تخللت بمعالجة، يعني دخل فيها شيء كيماوي وعمل متعمد، وضع مثلا ملح أو خبز أو أي مادة كيميائية معينة اختلف فيها الفقهاء. بعضهم قالوا تطهر ويحل الانتفاع بها. ليه؟ لأنها انقلبت عينها، يعني تحولت من أصلها، وزال الوصف المفسد لها، زال الوصف، خلاص تحولت الصيرورة هنا. ومنهم من قال لا تطهر ولا يحل الانتفاع بها، لأن أمرنا باجتنابها، قال فاجتنبوا، وفي التحليل اقتراب منها فلا يجوز، يعني ابتعد عنها تماما. فلا إيه؟ فلا يعني إن حللت ذلك الأمر اقترب منها، والاقتراب هذا ممنوع لأن الله قال فاجتنبوه. في الحديث عن أنس بن أبي داود، في عن أبي داود، أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، أو أيتام ورثوا خمرا، فقال أهرقها، فقال أفلا أجعلها خلا؟ قال لا، قال لا. فدل على أنه لا يجوز، ولأنه لو جاز لندبه إليه لما فيه من إصلاح مال اليتيم. هؤلاء أيتام. وروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تأكلوا خلا من خمر أفسدت حتى يبدأ الله بفسادها، أي هي من نفسها يعني، وذلك حين طاب الخل. ولا بأس على امرئ أصاب خلا من أهل الكتاب أن يبتاعه ما لم يعلم أنه تعمدوا إفساده، إفسادها أي تغييرها، يعني دخلوا بمعالجة كيماوية، يعني بما بدأ الله بفساده، يعني ما تحول بنفسه من خمر إلى خل دون معالجة. ولأنه إذا طرح فيها الخل نجس الخل، فإن زالت بقيت نجاسة الخل النجس فلا تطهر، يعني إذا بقى، إذا طرح فيها الخل بيظل على نجاسته. الإمام النووي قال: إذا انقلبت الخمر بنفسها خلا تطهر عند الجمهور. وكذلك القاضي عبد الوهاب المالكي قال فيه الإجماع، وقال سحنون أنها لا تطهر، أنها لا تطهر. إذا انقلبت الخمر بنفسها تطهر عند الجمهور. القاضي عبد الوهاب المالكي قال إنها إجماع، وغيره قال إنها لا تطهر، سحنون هذا من المالكية. أما إذا خللت بوضع شيء فيها، مذهبنا أنها لا تطهر، وهذا قاله أحمد والأكثرون، أبو حنيفة قال غير ذلك، أبو حنيفة والأوزاعي قال، والليث قال أنها تطهر. ومالك عنده 3 روايات أصحها عنه أن التخليل حرام، يعني إذا وضع فيها شيء عشان تتحول، فلو خللها طهرت، والثانية حرام ولا تطهر، والثالثة حلال وتطهر. 3 روايات. وفي كتب المالكية الراجح جواز التخليل، والإمام الخطابي في معالم السنن قال: ورخص في تخليل الخمر ومعالجتها، الذي قال بذلك عطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة وأبو سفيان، وسفيان وابن المبارك كره ذلك. وأبو عبيد في الأموال قال بسند عن عطاء في رجل ورث خمرا قال: يهريقها، يسكبها، يكبها. قيل: أرأيت إن صب عليها ماء فتحولت خلا؟ قال: إن تحولت خلا فليبيعه. طب ما هو ينتفع بيها هو. وأبو عبيد أيضا روى بسند عن المثنى بن سعيد قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن، كان الوالي على الكوفة، من قبل عمر بن عبد العزيز عامله على الكوفة، أن تحمل الخمر من رستاق إلى رستاق، اللي هو الأواني يعني، وما وجدت منها في السفن فصيره خلا، يعني حوله،
يعني ضع فيه شيئا حتى تحوله خلا. فكتب عبد الحميد إلى عامله بمنطقة واسط بذلك، فأتى السفن فصب في كل راقود، كل يعني أذان أو دان كبير أو طنجرة أو حلة كبيرة ماء وملحا فصيره خلا. قال أبو عبيد: فلم يحل عمر بينهم، يحل عمر بينهم وبين شربها، لأنهم على ذلك صلحوا، وحال بينهم وبين التجارة فيها، يعني هم غير مسلمين ما قال لهمش ما تشربوش الخمر، إنما أبقاهم على لأنه لم تكن مما شرط لهم، وإنما نراه أمر بتصييرها يعني تحويلها، ولو كانت لمسلم ما جاز إلا إهراقها على الأرض. هذه الأمور كلها التي ذكرها أبو عبيد كلها لتصرف عمر بن عبد العزيز، أنه كان يرخص في تحليلها ومعالجتها بإطلاق، أي للمسلم وغير المسلم. أبو عبيد عن المبارك بن فضالة بن الحسن برضو نفس الرواية، في رجل ورث خلا أجعلها خلا قال كان يكرهه. وكلمة الكراهة عند المتقدمين يعني الحرمة، الكراهة عند المتقدمين يعني الحرمة، يعني حرام عندهم، يعني على سبيل التنزه والتورع والبعد عن الشبهات. لكن الذي يترجح الراجح اللي بنفتي بيه إن الخمر إذا صارت خلا من نفسها طهرت وحلت، لأنها استحالت من عين إلى أخرى، تغيرت صفتها، فيجب أن يتغير حكمها، كما نقول في كل النجاسات التي تحولت استحالت بنفسها أو بفعل فاعل، سواء أدخلنا مواد كيماوية فحولناها أو هي تحولت بنفسها. فالذي يترجح أن الخمر إذا صارت خلا طهرت وحلت، سواء بنفسها أو بمعالجة كيمائية. والخمر نفسها كانت عينا حلالا من العنب، يعني العنب نفسه كان حلال يجوز للإنسان أن يأكله، فلما تحول إلى خمر حرم. طب إذا زالت هذه الصفة، إذا زالت هذه الصفة، صفة الخمرية وصفة الإسكار، زالت الحرمة وتعود إلى الحكم الأصلي، تعود إلى الحكم الأصلي. على إن من المستبعد أن يغير القوم الخمر إلى خل عامدين. ليه؟ لأن الخمر عندهم أغلى من الخل، فلا يتصور أن يحولوها إلى خل ليخسروا فيها، وهم يعني من عباد المال يركضون وراء الكسب المادي. ومنطق الحنفية ومن وافقهم قوي أفضل، يعني لأن التخليل مثل التخلل، تخليل يعني بإدخال شيء كيماوي مثل التخلل أي بنفسه، الاثنين واحد، النتيجة واحدة، الاثنين بيزيلوا المفسد، الوصف المفسد وهو الإسكار، وبيثبت وصف الصلاحية، لأن في مصلحة التغذي والتداوي، وعلة التنجيس والتحريم هي الإسكار وزالت. احنا خدنا في الأصول أن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، يعني إن وجد الإسكار يحرم، إن زال الإسكار يحل، وعلة التنجيس والتحريم هي الإسكار وزالت خلاص. الإمام الطحاوي يقول مؤيدا ما ذهب إليه الحنفية: لأن رأينا، هو حنبلي أصلا، رأينا العصير الحلال إذا صار خمرا بعلاج من غيره أن ذلك سواء، وأنها حرام للعلة التي حدثت فيها، ولم تفترق في ذلك ما كان في ذاتها، ولا ما كان فعل أحد من الناس بها، سواء من نفسها أو بالمعالجة الكيمائية. وكان مثل ذلك إذا كانت خمرا ثم انقلبت خلا أن يستوي ذلك فيها، أن يكون الانقلاب بذاتها أو انقلاب بفعل أحد من الناس، الاثنين معنى واحد، وهو حدوث صفة الخل فيها يوجب لها حكم الخل فيعود إلى حله، ويزول عن حكم الخمر التي عليه في حرمته، مثل دباغ الميتة أن يستوي علاجها وهي حرام تعود حتى تعود حلالا، كما تعود حلالا لو تركت حتى تجف في الشمس والرياح يعني تسفها أي تجففها، فيكون ذلك سببا لذهاب وضر الميتة عنها، وإعادة لها حكم الإهاب التي، الإهاب أي الجلد
التي من المذكى من أجناسها. يعني إذا ماتت مات خروف ولا مات، هل يجوز الانتفاع بجلده؟ يجوز. كيف يجوز الانتفاع بجلده؟ إذا أخذ هذا الجلد ودبغ، سواء بقى وضع في الشمس بملح كده أو بالصناعة، خلاص يكون حلال. فالتخليل إصلاح، فجاز قياسا على دبغ الجلد النجس، فقد صح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. إذا دبغ الإهاب، أي جلد الشياه والأشياء دي، إذا دبغ فقد طهر خلاص. ويؤكد قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل مطلقا. لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ما تحول من نفسه أو عالجه أحد، ولم يطلب من أحد البحث عن أصله، لم يطلب. أبو عبيد روى عن علي أنه اصطبغ، أي ائتدم، يعني أكل غموس، يعني بخل الخمر. ابن عون قال أن ابن سيرين كان لا يسميه خل الخمر، بل يسميه خل العنب على أصله، وكان يأكله. وابن سيرين معلوم أنه من الفقهاء. وفي عصرنا عندما يشتري الخل بيعرض على المعامل العملية ومختبرات التحليل، وهي تبحث في المادة الموجودة وبتصدر حكمها بناء على العناصر المكونة لها، ولا تنظر إلى أصلها، لا تنظر إلى أصل الشيء أبدا. طب وحديث أنس وسؤال أبي طلحة وتشديد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أموال اليتامى الذين ورثوا خمرا، يظهر أن ذلك كان من باب التغليظ في أول الأمر، لأنهم كانوا حديث عهد بالجاهلية وكانوا يشربون الخمر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطمهم فطاما تاما عن الخمر حتى عن مجرد الاقتراب منها ولو لإصلاحها. وبيدل على ذلك رواية الترمذي في حديث أنس اللي احتج به الشافعي وأحمد وما وافقهما، فقد رواه عن أنس عن أبي طلحة أنه قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري، قال: أهرق الخمر واكسر الدنان، يعني حتى الوعاء هذا اكسره لا تستعمله. طب إهراق الخمر مطلوب حتى لا ينتفع به، لكن لماذا لا يكسر، لماذا يكسر أوان الخمر مع أن تطهرها بالغسل ميسور، والأصل أن هذا الإناء مال شري يعني، والمطلوب أن المال لا يضيع ولا يعني لا يسرف فيه. الجواب إيه هنا؟ أن كان هذا من باب الردع والتجديد عليهم في أول الأمر، من باب الردع والتجديد عليهم في أول الأمر حتى لا يتهاونوا فيها بحال. تعلمون أنهم يعني في بداية الأمر أخذ تحريم الخمر تدرج، يسألونك عن الخمر والميسر، قال ربنا: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وبعدين لما دخل واحد يصلي، صلى بهم المغرب 4 ركعات واستدار وقال: لو أردتم أن أزيد أزيد، كان سكران. نزلت الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا. إلى أن جاء عمر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يعني اسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا في القرآن قولا شافيا في الخمر. فنزلت: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يعني في بداية الأمر كان للردع، كان للردع، لكن بعد استقرار الأمر الواجب أن تراقي الخمر. طب وهل الآنية تكسر؟ لا، نحافظ على المال، لأن المحافظة على المال من الضرورات الخمس. بل إذا أمكن الاستفادة من الخمر بتخليلها فهو أولى، حتى لا نضيع مال المسلمين. وهذا الوجه في منع التخليل الإمام القرطبي ذكر في تفسيره، قال: وقد يحتمل أن يكون المنع من تخليلها كان في بدء الإسلام، يبقى بيفطمهم عند نزول تحريمها. ليه؟ لألا يستدام حبسها لقرب العهد بشربها، يريد انقطاع إرادة لقطع العادة في ذلك، لو أبقاها في بيتي ربما تسول له نفسه أن يفعل ذلك. وإذا كان كذلك لم يكن في النهي عن تخليلها حينئذ، والأمر بإراقتها ما يمنع من أكلها إذا خللت. القرطبي رحمة الله عليه قال احتمالا في تفسير المنع من تخليل الخمر الذي يرجحه العلامة القرضاوي، بل يجزم به
وهو الذي يتمشى مع المنهج، أن ذلك كان لفطامهم، لأنهم كانوا حديث عهد بالإسلام، وكانوا معظمهم يشربون الخمر، معظمهم. طب نهي عمر عن أكل خل الخمر حتى يبدأ الله بفسدها، يعني تتحلل من نفسها؟ قالوا هذا النهي من باب الورع، من باب الورع، ليس حراما وحلالا. والذي تبين لنا نوع من أنواع التربية للأمة، وكان سياسة تعزيرية التي كان يتبعها عمر مع الرعية، مثل اللبن المغشوش مثلا، إراقته، إراقة اللبن المغشوش، ومثل معاقبة رويشد الثقفي الذي وجد عمر في بيته خمرا فأمر ببيته فأحرقه، هذه مبالغة في الردع حتى يتجنب الناس المنكرات، وليست لازمة دائما، وكثير من الفقهاء خالفوا عمر في ذلك. مع السياسة العمرية نحن معها في ردع أصحاب المنكر وفي وقاية الأمة من التلبس بالخمر شربا أو صنعا أو اتجارا أو اقترابا بأي حال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فيها عشرة، لعن فيها عشرة صانعها وشاربها وحاملها والمحمول إليه عشرة، لكن قد تدخل الخمر في ملك المسلم جبرا عنه، كما في تحول العصير خمرا أو عن طريق الميراث، والده غير مسلم أو والدته غير مسلمة ورث هذا أو غير ذلك، فهذا لا ينبغي أن نضيع مال المسلم إذا وجدنا سبيلا لذلك. وكذلك قد نمتلك خلا ربما كان أصله خمرا، الورع ليس الحلال والحرام، الورع اجتنابه، لكن لا نقول بحرمته كما هو الراجح ودلت عليه الأدلة، على أن حديث أنس هذا ورد في قضية حال لا عموم لها، فإعمال العمومات أولى، وما قالوه من تنجس الملح وغيره إذا لاقى الخمر النجسة لا يسلم، هذا نستطيع أن نرد عليه لأنه العنصر المؤثر والمغير، وقد تغير الوصف، تحول من خمر إلى خل، وإذا تحول من إلى يبقى تحول الحكم بأصله كله يتغير. هذا التعليل يسقط إذا تبين ما ذهب إليه بعض السلف من نجاسة الخمر هي نجاسة معنوية ليست نجاسة حسية، مثل نجاسة المشركين، إنما المشركين نجس، يعني لو سلمت على واحد كذا من غير المسلمين أروح أغسل يدي ثلاث مرات؟ لا، هي نجاسة معنوية لأنه رفض الإسلام، وهذا مذهب قوي نقل القرطبي في تفسيره عن ربيعة شيخ الإمام مالك والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين، رأوا أنها طاهرة وأن المحرم إنما هو شربها لأنها نجاستها نجاسة معنوية، ولا يلزم من كون الشيء محرما أن يكون نجسا، فكم من محرم في الشرع ليس بنجس، ولا يوجد دليل على صريح على نجاسة الخمر. الإمام الشوكاني يقول في السيل الجرار: ليس في نجاسة المسكر دليل يصلح للتمسك به، مفيش، وعضد ذلك بالأدلة أنها إنما هي معنوية، ومن أقوى الأدلة إنما المشركون نجس، فالنجاسة هي نجاسة معنوية. بناء عليه، هل يجوز استعمال الخل إذا كان متحولا من خمر؟ يجوز، سواء تحول من نفسه أو دخل أحد بعمل متعمد كيماوي أو غيره فحوله من الخمر إلى الخل، وقلنا أن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، وهذه نظرية تسمى نظرية الصيرورة، يعني التحول، الصيرورة أي التحول والتحول، فإن تحولت عن الخمر أصبحت حلالا إذا كانت خلا، سواء بنفسه أو بعمل أحد الناس فيه، والله أعلم.